لا انت بعت على الموضوع. لا لا انت مثلا في عملك الان، ما هي الظروف اللي تعيشها الان في عملك؟ وبالذات مناخ اللي صاير في مجال عملك، يعني ايش الشيء اللي متوفر عندك؟ توفير المكان اول شيء، خلينا في المكان. ايوه هذه المؤثرات الاساسيه والمؤثرات الاساسيه وقلب السود. وبعدين تنتقل فيها الى العلاقات السائده بينك وبين الرئيس، برئيسك وبينك وبين زملائك. تكون عندك مكان نظيف، مكان بتهويه مناسبه، باضاءه مناسبه. نعم هذه كلها تشكل مناخ ايش؟ مناخ عمل. اما ان تكون تؤثر سلبا او تؤثر ايجابا. متى ما كانت سليمه اثرت تاثير ايش؟ ايجابي والعكس. انا قصدي ايضا ناخذ بالنا في هذه الدول. طيب البيئه التنظيميه والقيم الفرديه لدى المنظمه العاملين فيها. العامل السيكولوجي هو العامل ايش؟ النفسي. النفسي ويتمثل في العوامل التي تدفع العامل في المنظمات الى الابداع الاداري. يعني الانسان اللي يعيش نفسيه كذا يعني متميزه، نفسيه خاليه من الهموم، هذا ايش توقع منه؟ التفاؤل. توقع منه نبدا مش كذا؟ العكس يا دكتور. العكس شرط ولا؟ مش شرط يا دكتور. العكس طيب خلينا بس نناقش كذا. يعني انت تقصدي المعاناه هي اللي تخرق ال المعاناه؟ لازم يعني عشان ابدا تكون نفسيتي هادئه هدوء تام، ما في شيء. لا بس في اشياء نسميها المؤثرات السلبيه لتفكير الواحد. طبعا لما تكون عندك مشكله عائليه وهذه مشكله قائمه تمام، اين يمكن ان تبدع او تجيب افكار جديده في مجال عملك؟ انجاز العمل الروتيني. ايوه نعم. طيب انا رقصي يعني رقصي انه الجانب النفسي وهذه من العوامل المؤثره طبعا على الابداع الاداري بشكل عام. ومش شرط تكون يعني العمل النفسي عندك سيء طول حياتك العمليه، لا تتغير، لكن في الايام او في اللحظات او في الوقت الذي يكون عندك يعني ازمه نفسيه في هذا الوقت لا تستطيع أن تبدع يعني أو تأتي بأفكار جديدة باعتبار أنك أنت مشغول في أمور كثيرة. في أحيانا مثلا في الجانب النفسي المتعلقة بمعيشة الفرد مثلا، ممكن نقول هذا الكلام، إذا شفت حياتك المعيشية تبعك يعني متعبة وغيره، هذا يخرج عندك ايش؟ وعدم استقرار نفسي، مش كذا ولا لا؟ بس نعم من هذا الوضع يمكن ان تتولد لديك افكار ايش؟ افكار جديده، افكار ابداعيه تنتشر نفسك من ايش؟ من هذا الوضع الى وضع اخر تمام. لكن كنا في لحظات المدير يواجه ضغوط نفسيه، ضغوط عمل، ضغوط الى اخره. في اللحظه هذه هل يمكن ان يبدع في شيء؟ هل يمكن ان يوجد افكار جديده مثلا؟ لا صعبه. ها؟ اعتقد انها صعبه، بس مجرد ما يعني تروح هذه العوامل المؤثره تقول لي لحظات بسيطه تروح وتاتي. ايوه بالضبط وتاتي كذا. ايش اقول انه العمل السيكولوجي له تاثير ايضا تمام، بس متى يكون تاثيره زي ما قلت ايجابي؟ هذا بيكون في نوع من التحدي تمام، امام تحديات كثيره في الحياه هذه، كيف ممكن اتغلب على هذه التحديات؟ كيف ممكن تحل هذه المشاكل من خلال افكار ابداعيه؟ طيب قال من اهم دوافع العاملين التي تدفعهم للابداع الحاجه الى الانجاز. وهذا اللي قلناه قبل شويه فيها، ايش يقصد فيها؟ قال دافع العاملين وتحمسهم للعمل وطرح افكار جديده توصلهم لايش؟ للابداع. الحاجه الى الجوده في الاداء، ويقصد بتوظيف العاملين لامكانيات امكانياتهم بصوره مثاليه من اجل ايش؟ الحاجه الى تحقيق الذات، هي رغبه العاملين في انجاز. ها؟ هذه كلها دوافع ايش ولا لا؟ دوافع العاملين. تدفعهم ليش؟ للابداع. الحاجه الى النظام، اقصد به حاجه الشخص المبدع الى تنظيم الاشياء. الحاجه الى الاجتهاد، وهي الرغبه
لدى العاملين في التوجه نحو العمل والقانون بأسرع وقت. طيب حب الاستطلاع ويقصد به ايش؟ رغبة الشخص المبدع في البحث عن كل ما هو جديد في مجال عمله. العمل الإبداعية هي مظهر نفسي داخلي للنشاط الإبداعي، يشتمل على اللحظات والآليات والديناميكيات النفسية، بدءا من ولادة المشكلة إلى صياغة الفرضيات الأولية وانتهاءا بتحقيق النتائج الإبداعية، حيث تندرج في إطار هذه العملية نشاطات عدة، تمام، التفكير ونقل المعلومات، إيجاد العلاقات بالعناصر المعرفية، فضلا عن العواطف والانفعالات والعوامل الشخصية. الآن إيش هي مراحل العملية الإبداعية؟ تفضل. يعني في فرق ما بين عملية إبداعية وفرق ما بين الإبداع. الإبداع نفسه، نعم. طيب أول مرحلة إيش هي؟ الاهتمام. قرارة الاهتمام التي تبدأ بظهور مشكلة ما ويبدأ الاهتمام بها لحلها أو الشعور بحاجة لها. مرحلة الإعداد والتحضير تتمثل في جمع معلومات حول الموضوع أو المشكلة التي يدور اهتمام المبدع حولها، وتوفير المصادر التي لها علاقة بالمشكلة أو الموضوع. مرحلة الاحتضان، في هذه المرحلة تتفاعل الأفكار في المجال ليش؟ الفكري فرد داخل خلالها العوامل الشعورية ولا شعورية في شخصية الفرد، ومن ثم تتولد الأفكار الإبداعية ويقوم بها باختيار أفضلها لتشغيلها في صنع القرار الإبداعي. مرحلة التحقيق وتشمل عملية التبصر بالعقل الظاهر بالاستعانة أيضا بأدوات البحث المتاحة في الفكرة التي نتجت من خلال مرحلة الإشراف وذلك التحقيق لتحقق من صحتها وتحديد طرق تطبيقها ومضاعفات عملية التطبيق وما إلى ذلك. هذه مراحل إيش قلنا؟ مرحلة العملية الإبداعية. مرحلة العملية الإبداعية. نقف عندها؟ ها؟ أنا قصدي نقف نتكلم عنها تجيبون أفكار فيها ولا واضحة مفهومة؟ واضحة. هذه غير مراحل الإبداع. هذه مراحل إيش؟ العملية الإبداعية. طيب شو نوقف هنا يعني؟ كمل باقي شوي بسيط ولا لا؟ باقي حاجة بسيطة يعني. العلامات الدالة على وجود الإبداع في المنظمات، أول علامة إيش هي؟ علامات المبدع، تفضيل عدم التأكد في العمل، النفور من الخطط والموازنات والبرامج إيش؟ محددة مسبقاً يعني، دي كنت تقول محددة، طرح أسئلة وتقديم الأجوبة غير إيش؟ هذا علامة إيش تسميها؟ الشخص المبدع. قال التفكير المستقل عما هو متعارف عليه في المنظمة، ما تكونش مألوف يعني تفكير آخر. علامات الجديد ليس غريبا. ها؟ تفضلي. علامة المبدع هو تفضيل عدم التأكد في العمل والظروف. الأولى الثانية. والثانية ها؟ الثانية. الدكتور في مبدعين إذا قيدت الخطة بيعمل محصول ما يستفادش من الإبداع. ماشيش حاجة قدامه أمامه كده بديهية مؤكدة، لا اشتي شيء فيها نوع من الغموض ونوع من علشان شايف العقل كده ويبدأ من خلال بالضبط يعني يهوى. طبعا هذه الظواهر الدالة على وجود الإبداع في الشخص والمنظمات الأخرى. قال علامات المبدع، هذه علامات من؟ الإنسان المبدع. أنه يعني قال تفضيل عدم التأكد في العمل والظروف نفسها، يعني تضعوش تحت ظروف إيش؟ ثابتة طبيعية تكون، أيوة. تمام؟ التأكد في العمل زي ما قلنا أنه في أشياء تم تمارسها بتعرف نتيجة هذا السلامة، بالذات في القرارات الروتينية اللي بيسموها. لا أنا أريد إيش؟ كلمة عدم يا دكتور. عدم ما يشتيش يعني هذه علامات الإنسان المبدع. يعني ما يشتي حاجة مثلا لما أقول لك الآن إيش الفرق بين القرار المبرمج والقرار غير المبرمج؟ شوف المبرمج مخطط مسلم، لا واضح، المبرمج يكون قد فيه
هذا شو هذا شو هذا مبرمج عمل روتيني ما يعجبوش العمل الروتيني هذا هو اشتي حاجه ايش قال غير مبرمج درس المبرمج لا يحتاج الى دراسه يحتاج الى تحليل يحتاج الى نوع من التفكير يحتاج يعني في حاجه ايش ايوه وبالتالي هو يعني هذه العلامات بس علامات متاكده يعني مش اي واحد صح يعني انا اريد شيء يكون قد يعني واضح بالنسبه لي وبعمل وفقاً لا خبر هذا معناه بتقول انه يريد كل شيء هو يريد ان يبدع مش حاجه تكون سهله كده تمام واعمل في على ضوءها لا انا اريد شيء قد يكون فيه غموض عشان يحقق لي الشيء اللي في نفسي عشان ابدع وافكر طيب النفور من الخطط والموازنات نفور الخطط والموازنات والبرامج المحدده مسبقا يعني قياس يعني بي ما تقوليش والله هذه الخطة تنفذها وفقا لما ورد فيها لا 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 تقيدناش يعني تمام طبعا هي قد لا تكون منطقية عند البعض لكن الخطط هذه لابد أن تكون إيش مرسومة سلفا ولا يشعر كل تخطيط مش كده بس هو أيضا يعني من خلال هذه العلامات إذا تبين أنه هذا الرجل مبدع يعني أو هذا الشخص مبدع تمام وبالتالي ما يريد شيء جاهز يريد هو أن يضع الخطة وأن يعمل على تحديد إمكانية تنفيذ هذه الخطة وأن يعمل على تنفيذها أو متابعتها هو يميل بهذا الشيء أيوة لكن أيوة دائما المبدع يميل إلى أن يشتغل في بيئة غير مستقرة بالضبط يعني يعني ما بتجيبلوش حاجة جاهزة وتقول له اعمل يلا لا قل له أنت خطط أنت خطط أنت نفذ أنت عمل كل شيء بس يقوم بالعمل الكامل من تخطيط التنفيذ ولا نفصل ما بين التخطيط والتنفيذ لا لا اكيد هو عفسر اكيد ما 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 قصدي ان ارسم له الهدف لا يمكن ان لا يمكن ان ننفذ دون ان نخطط سلفا بس هو يقلق مش حاجه جاهزه يعني هذه علامات بسيطه يعني هذه علامات ومؤشرات الانسان المبدع تمام مش يعمل هو يعني انا بعمل خطه طيب ارسم له هدف خليه يختار الوسيله المناسبه لوصول الهدف ما تقيدش بجرات معينه قول له يطلب من الدكتور هذا ايوه ايوه هو بيشتغل هو من خلالها هو بيبتكر الاساليب والطرق والامكانيات المتاحه له للوصول الى ايش؟ الى تحقيق هذا طيب خلاص علامات الجديد ليس غريبا قال ان كل جديد هو الى حد ما يعتبر غريبا لانه غير مالوف سابقا لكن في المنظمه التي يمكن ان تكون ابتكاريه منظمات ابتكاريه قد يكون الجديد مألوف لأنه مركز اهتمامها الأول وموضوع لقاءاتها واجتماعاتها والعنوان أكثر ألفة في سياستها يعني هذا بالنسبة لهم يعني مش جديد يعني هذا شيء بديهي علامة التعلم والتقاسم الابتكار أن الابتكار عندما يأتي قد لا يعرف أو يعرف عنه إلا طريقه ولكن الجميع في المنظمة يتوقعونه عندما يأتي لابد أن إيش أن يعرفه الجميع ويتقاسم معارفه ومعلوماته وآثاره ونتائجه في كل جزء من معرفتهم الضمنية التي تشكل كيان معرفي وضع المعايير عن طريق المعايير المعايرة فالمنظمات تعرف جيدا هل هي الأولى أم الثانية أم الثالثة في الابتكار ها فإن كانت الأولى فإن هذا إيش هذا الصعب فإن كانت الأولى فهذا الصعب ليش لأن الأول لا يتفوق على الثاني إلا في القليل جدا ركز على هذا الكلام الذي يكون هو الأصعب في التطوير والابتكار ايش المقصود يا هذا؟ يعني في فارق قليل لا ركز هو اقرا تمام بتمعن وبعدين اعطيني في يعني خلاصه لله يعني من خلال معايير وضع معايير الناس بين المنظمات هي المبدعات الاولى والثانيه والثالثه معايير اذا كان هو الاول صعب انه يكون يتفوق على الثاني لانه ما بيرجعش للوراء فوق في بعض المواضيع اللي تكون تنافسية معه. وش يصير يكون يعني هو بالتحديد؟ يكون خطأ. يحافظ على المركز الأول. طيب عن طريق المعايرة اللي هي قال وضع المعايرة يعني تقارن نفسك بمن؟ الآخر. وتضيع معايير محددة لك من أنت في أي مرتبة أولى أو ثانية. قال فإن المنظمة تعرف جيدا هل هي الأولى أم الثانية أو الثالثة في الابتكار خلي بالك في الابتكار المعايير على مستوى فإن كانت الأولى فإن هذا إيش؟ صعب
الأصعب أو الصعبة. ليش؟ لأن الأول لا يتفوق على الثاني أو الثالث إلا في القليل جدا. إيش الذي يكون هو الأصعب في التطوير والابتكار؟ يعني المراكز الثلاثة الأولى تقريبا يعني هو ايش يصير؟ رئيسي يكون الاول ولا مش يكون الاول؟ الاول بس يقول اذا كان الاول تمام. قال ان الاول لا يتفوق على الثاني او الثالث الا في القليل جدا. ايش يقول؟ ان الفرق بين الاثنين قبل الفكره الان فكره ايش هي؟ معلش خلونا كده. أنا شفت تفكيركم الآن حضور الخروج يعني. اسمعوا مالك. ها؟ اسمعوا لثارق يقول لك خلاص طيب. نخرج ونرجع نتناقش بشكل ما. تفضل. بس اقرأوها تمام؟ في الكتاب كم باقي معنا؟ في ناس ايش يقول لك؟ أنا بس ايش يكون الأول دائما؟ ها؟ ليش؟ التميز في الأول ايش يكون؟ ها؟ بحاجة ايش؟ بحاجة بسيطة. بحاجة بسيطة. يعني الأول يعني النساء تكون مرة ضئيلة. بالضبط. يعني أنت بتقارن نفسك بالثاني والثالث. الفرق بين الاثنين ايش؟ قليل جدا. قليل جدا. شعرت معاه زي ما قالوا. لا يعني حاجة بنسب بسيطة. طيب ايش البديل؟ بدي ايش؟ انا اتوقع انا بدي اللي جبتها اكثر اول ما نزلت. ايوه لا لا مش يقول انا مش هقول